السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في لاشين تيستي ماروك. كنتمنى تكون بخير وعلى خير. على بركه الله اليوم غادي نوجدوا الحلوى ديال الكوكو السميده المعروفه عندنا منذ الزمن القديم واللي عمرها ما كدي موضه، ديما كتبقى زوينه وحاضره. اذا عندنا المقادير اللي بسيطه بزاف. مهم بالنسبه للمقادير عندنا هنا 250 غرام ديال سنيده، معلقه كبيره ديال لا كونفيتور 15 غرام، النكهه ديال الحامض او يمكن لكم ديروا لي زيت ديال الحامض، القشور الحامض، فانيا، ثلاثه البيضات، 250 غرام ديال السميده رقيقه، كاس لارب ديال الزيت ما يعادل 125 مللي، وعندنا هنا 250 غرام ديال الكوك يكون مزيان هذاك الجيد اللي كيطلق الزيت باش ما يشربش لينا القوام وتضيع لينا الحلوه. الا كان كبير بزاف يمكن لنا نطحنوه في الروبو اولا. وعندنا 5 غرام ديال الخميره بينك باودر، الخميره تاع الحلوه. على الله بركه الله ندوزوا لتحضير الوصفه. هنا بدينا درنا ثلاثه البيضات مع 250 غرام ديال السنيده، غادي نخدموا هذا، نزيد واحد صاشيه تاع الفاني، غادي نخدموا مزيان هذا الشيء حتى يولي عندنا بحال بوماد. هذا هو السر ديالها باش كتجي زوينه ومعلكه. كنخدموا البيض مزيان مع السنيده. بسم الله كندعكوه مزيان. كتذوب لينا ديك السنيده تماما. هانتوما ما كيف ما كتلاحظوا كنبقاو نخدموا مزيان هاد السنيده والستار مزيان وفانيا حتى كيولي لنا على شكل بوماد. عاد كنبقاو نزيدوا الزيت كنخدموه حتى هو مزيان حتى كيتجانس لينا مع كاع كيدخل مزيان مع من بعد ما دخلينا الزيت مزيان كنزيدو ديك المعلقه تاع اولا 15 غرام ديال الكونفيتور. كاين اللي كيبغي يدير الجليكوز، كل واحد اش كيبغي يدير. كتعطينا هذا فيها المذاق والتعليكه بزوج حتى هي كنخدموها مزيان معاها. اذا هنا كيف ما قلت لكم نكهه الحامض كتبقى اختياريه، اللي بغى يزيدها اللي ما بغاش راه يستغنى عليها، يعني ماشي مشكل. كنخدموا مزيان عاد كنزيدوا الكوك 250 غرام ديال الكوك، نخدموا ندعكو مزيان. ما كنعجنوش البنات، غير كندعكو هكا في صباعنا وصافي. وتا هنا وهذا هو السر باش كتجينا معلكه، خاصنا نخدمو مزيان الكوك مع السنيده والبيض وهاد المقادير باش كتجينا معلكه الحلو. بين الاسرار تاع النجاح ديالها هاكا ندعكو البنات، راه ما كندلكوش غير هاكا ما كتلاحظو. من بعد البنات ملي خدمناه مزيان دعكناه واحد جوج دقايق ولا دقيقة، كنزيدو هاد البينك باودر، هاد الخميرة ديال الحلوة 15 غرام، نص صاشية ديال وزن 7 غرام ولا 8. دابا غادي نبداو نزيدو
بالتدريج السميدة ديالنا ونشوفوا قداش ما غادي تهز لينا على حساب كل سميدة، وهي كاين اللي كتشرب في ساعة كاين اللي لا. منديروهاش خطرة واحدة، واخا عندنا العبار نيشان ولكن ما عرفناش على حساب البيض وعلى حساب الكوك. طاو حنا كنزيدو كنخدمو تنشوفو شحال هزات معانا. هنا البنات زدت واحد راس معلقة صغيور ديال النكهة ديال الحامض كما كتشوفو، وكنبقاو خدامين وكندفقو. وغادي نزيدو السميدة، حنا خدامين كندفقو كما قلت لكم ما نديروهاش في مرة. هانتوما البنات انا راه دخلت فيها 250 غرام ديال السميده الرقيق، ها هي دابا غادي نجمعوها في هذا الاثناء دابا قبل ما نبداو. غادي نكونوا بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ثقيل يشعلوه من دابا، ما حدهم كيفندوها في السكر كلاصي يكونوا شاعلين الفرن، واللي عندهم كيسخن دغيا ما حدهم كيصوبوا يشعلوا على 180 درجه. واخا مامو حتى مامو اوكي مامو زكاي يصوبوا يشعلوا الفران ديالهم يسخن على 180 درجه، ومن بعد منين بغيو ندخلوها للفران ما غادي نقصوا عليها، حيت هي كتبغي بين اسرار النجاح ديالها تبغي تكون الفران سخون. انتما كيف ما كتلاحظوا غادي نجمعوها وغادي نخليوها على ما نوجدوا البلاطو الصينية ديالنا اللي ندخلو الفران. هنا البنات درنا الفران ديالنا يسخن، وعندنا ميزان هنا باش يجيونا الحليوات كلهم قد قد. غادي نديروهم ما بين 20 حتى 22 البنات صافي. حبه كتجي على قد هكا بين 20 حتى 22 اولا اللي بغيتو من 18 ل 20 سا ديبون 20 22. وغادي نحطوهم هنا باش يكون عندنا الخدمه نقيه. ديروا يدينا شويه في مظهر بحال هكا وغنبقاو نعبروا ونشوف. يلا صافي وغنستمروا بهذه نفس الطريقه البنات تنكملوا كل شيء الحليوه ديالنا في التكوار باش يكون الخدمه منظمه ونتلاقاو. هنايا لا هاي كملنا كاع الكميه ديالنا كورناها، دابا غادي نديروها في غادي نفندوهم في السكر كلاصي سبيسيال اللي قلت لكم ما يكونش سكر كلاصي الاخر العادي راه كيتحرقوا. نديرو شحال من وحده ونبقاو كنديرو ونغلفوهم نلبسوهم مزيان بالسكر كلاصي. كما قلت لكم البنات الحجم كيبقى على حساب كل سيده واللي بغات. المهم انا هنا درت ما بين 20 22، كاين اللي بغات تصغر دير 18، اللي بغات تكبر توصل حتى 30، ولكن هادو صغيرات كيجيو محيط دقات وزوينات. هانتوما البنات ملي نحطوهم متباعدين. اللاطة ديالنا نكونو ديجا فرشنا الورق تاع الطبخ ونحطوهم متباعدين. هانتوما البنات نحطوهم متباعدين، انا غادي نسالي اللاطه كامله ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات حنا كملنا اللاطه الاولى ديالنا غادي ندخلوها للفران. كيف ما كتشوفوا شي بلاصه لابانت لكم كتزيدوا تخبروها مزيان. كنوركو شويه بالصبع ديالنا بحال هكا من الفوق غير شويه وكندخلوها للفران. كنقصوا درجه الحراره كنردوها ل 160 وكندخلوها للفوق حتى كتشقق وكان نشعلو عليها شويه لتحت اولا نشعلو الفوق والتحت او ميم طون 12 دقيقه ما نفوتوهاش البنات باش تخلي لينا ديك التعليكه تبقى زوينه ما تنشفش.
ها نتوما البنات تبارك الله، هي راه باقه في الفران باقه كطيب، فهي بدات كتشقطي كما كتلاحظوا. ها نتوما البنات بعد ما خرجنا من الفران راه دابا باقه سخونه، ما تقيسوش فيها كما قلت لكم. المهم كما قلت لكم البنات 12 دقيقه على حسب كل فران، وهو انا زدتها واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق، حيت كما قلت لكم البنات انا زدتها واحد 3 دقائق كيف ما كتشوفوا، وما تقيسوهاش ملي تكون سخونه، الا مشيتو تقسطو تكون سخونه راه غادي كلها تفرتت لكم تفتت، وما تفوتوش فيها عوده ثانيه البنات الطياب باش ما تخسرش لكم ثاني تنشف ما تبقاش في هذيك التعليكه. تبي ما طيب اللاطه الثانيه وندوزو للمرحله الاخرى ان شاء الله نشوفوها. هانتوما البنات ها هو الحلوه ديالنا وجدات، هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله تشقات. غير تبعوا البنات النصائح اللي قلت لكم ان شاء الله راه غادي تنجح معكم من اول تجربه، وراها ناجحه البنات 100%. وانتوما البنات راه كتخرج لينا 50 حبه تبارك الله، راه كميه لا باس بها. ها نتوما نوريكم وحده من الداخل، شوفوا المسكي كتجي معلكه، شفتوا كتجي معلكه وزوينه وبالصحه والراحه. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وعواشركم مبروكه، دخل عليكم هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا. واللي عجبته الوصفه البنات يدير جيم ويتابونا ويفرق معاه الاهل والاحباب، وشكرا على المشاهده.